يا صباح الفل والياسمين، عليكم من القاهرة. صباح الخير والبركات عليكم جميعا وعلى كل الوطن العربي. لا سمح الله، شو متخانقين؟ عودين عم نشوف، مش عود واحد. ما انتوا شفتوها قبل شوي بالتقرير، رح حابين اليوم نسمعكم على عودين يعني. وممكن نسمعكم على عود واحد كمان. احنا راح نسمع عودين وعود واحد، بس انا سؤالي دائما يعني من اول ما طلعنا، من يقود؟ الريشة تقود ام الانامل التي تضع هذه الانامل على الوتر؟ من يقود الاخر بالعزف المشترك؟ اللي بيقود الآخر القلب، القلب والروح والوجدان والتناغم والانسجام بيني وبين غسان وبيننا إحنا الاثنين وآلة العود. الله الله. بس هو يعني أنت على فكرة جوابك دبلوماسي جدا، بس مش عارفة أرجع لها، أرجع لك من الموضوع أنه لا أكيد في قائد. الريشة ما بين الريشة والإيد اليسار والريشة، من يتحكم بالعود؟ من الذي يتحكم بالعود؟ هل اليد اليمنى ولا اليسرى؟ ما في وسام. لا 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 لا، الاثنين واحد. طيب. الاثنين واحد، الاثنين مكملين لبعض. لا يمكن الصوت يطلع بالاصابع من غير وجود الريشه. طيب. والعكس صحيح. طيب. خلينا الريشه تطلع صوت من غير الاصابع. اوكي، خلينا نسمع عودين بالاول قبل ما نختم بعود واحد. أوكي. يلا حنسمعكم مؤلف بعنوان غزال، وهو من مؤلفات غسان. طيب حاولنا نقصر قد ما بنقدر بس. طيب يا غسان، انا حبيت اسالك، هو انت من حبك لدينا علمتها العود، ولا حب العود لديكم انتوا الاثنين جمعكم، هو اللي جمعكم؟ لا، هي هو 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 السؤال الثاني، الجواب السؤال الثاني، انه حبنا نحن الاثنين للعود. دينا بتعزف عود من هي وعمرها تقريبا 8 سنين، وانا كذلك، فحبنا احنا الاثنين للاله خلانا مع بعض. طيب خليني اسال دينا، اليوم العراب هو العود؟ العراب هو العود. عراب الزواج يعني. طيب دينا، خليني اسال، بانه اليوم حينما بتترجمين عبر النغمات هذه المقطوعة لغسان، ماذا تشعرين؟ يعني كل لما تكوني مبسوطة منه تعزفي، ولا هي عملية المحترف محترف حتى على المسرح، حتى في انفعالاتك الشخصية؟ لأنه صعبة ترى زوجين متناغمين إلى هذه الدرجة. بسم الله ما شاء الله عليكم. حبيبي تسلم. طبعا زي ما انت قلت دلوقتي، ان الاحترافية هي اللي بتحتم علينا ان احنا خلاص يعني نحيد المشاعر او المواقف اليومية او المواقف الحياتية على جنب، وخلاص بننصهر مع الموسيقى ومع آلة العود ومع المؤلف الموسيقي. الله
الله. جميل. طيب خلينا نسمع كمان، أنا حابة أشوف يعني أسمع على عود واحد. وحابة أسألكم يعني هيك بس بعجالة قبل ما تبلش، عود واحد قدي صعب يعني، أنا شايفة صعب أنك يعني تدمج موسيقى خارجة من آلتين في ذات الوقت، فما بالك إذا موسيقى تخرج من نفس الآلة ولكن بيدين مختلفتين، قدي صعب شخصين وبعقلين. هي فعلا ويدين يدين. هي فعلا محتاجة يكون في تفاهم وفي تناغم بيننا احنا الاثنين. أيوه. ده بحكم ان احنا بنتمرن مع بعض، وده بحكم ان الحمد لله ربنا انعم علينا ان نكون سوا مع نفس الآلة، ان يكون في نجتمع في حب آلة واحدة فكمان نعزف عليها مع بعض في نفس الوقت. مين اللي يقول انه والله بس نقطة اي تفضل غسان. نحن حابب ننوه لنقطة أنه ربنا سبحانه وتعالى عطانا الإضاءة هاي للحالة هاي، ونحن عم نحاول نستغل هالإضاءة هاي بتوصيل للجمهور فكرة الحب والتوافق بين الأشخاص، يعني بين الزوج والزوجة أو بين الأنثى والذكر، الرجل والإمرأة. نعم نعم. طيب جميل، خلينا نسمع. خلينا نسمع وبعد ما نسمع بعض. يلا نسمعكم، تفضلوا. سألوني الناس. لا سألوني الناس. اختلفنا ولا ايه؟ هنقول سألوني الناس اللي هي أول مرة عزفناها على عود. لا أصل أنت كنت حاطينها في البرومو بس هنعملها هوا. اتفضل. يعني جميل هذا التناغم، جميلة هذه الروح. شكرا جزيلا لكم. أنا يمكن من البداية حبيبي يا أستاذ عادل، أنا بشكركم راوية وعادل، بنشكركم كثير. شكرا والله. أنا كنت بتمنى أني أتعلم. صباحكم على العربية وصباح الخير وأهلا وسهلا بيكي. لازم تعلموني عود. يعني أنا أحب أكون سميها حبيبة قلبي. أهلا. دائما هي عملية صعبة ما بين تحريكة الريشة وضغطة الأنامل على هذا الوتر تخرج النغمة. إبداع. ما بين دينا عبد الحميد وغسان يوسف العازفان والزوجان السعيدان إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.